ومن السلسلة دي بعد انتهي تاني ما في حزب يتصل بي والله اوعد يتصل بي. انا شايفك انت مؤدب وديل ما مؤدبين هنا المؤدبين ما تسوي لي غلب. مطر رأس ولا ذنب؟ رأس. كمال الدين الزنادي رأس ولا ذنب؟ محمد مصطفى رأس ولا ذنب؟ صلاح جودة رأس ولا ذنب؟ ذنب ذنب ذنب. أيوب موسى رأس ولا ذنب؟ ذنب. عبد الحكم ها بين ذلك بين ذلك. فالنازل وصلوا درجة قال لك نحن كلنا سنيين، انصار السنة سنيين، والصوف والأخوان المسلمين سنيين، والصوفية سنيين، الثلاثة مخالفين السنة، مش الأخوان المسلمين والصوفية، الثلاثة. هكذا صدق الله. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. ناس زي ما بخافوا الله سبحانه وتعالى. صوفية أخوانك أو الصوفية خلاف بينك وبينهم مسائل بسيطة، وسنيين وما بيرضوا فيك، دي كذبة الصوفية ذاته ما بصدقوها. أوعد قول لي دي خطأ فردي، أوعد تلقاها موجودة في اللقاء. أوعد يا أنصار سنة دائما ما تتصل بي، دار أسبح أنا واستغفر وأعبد الله وأموت على حسن الخاتمة، ما تتصل بي. أنا والله شايفك أنت كويس وديل ما كويسين، كانوا هم كويسين أنا ذاتي ما كويس، لأنه شغلتنا دي أسي واحد ما بيش والله الذي لا إله غيره. هم كويسين ليه؟ ردوا على الجماعة، هذا ذاته ده الرد على الجماعة، أنا بقيت ما كويس زيهم. أوعد ثاني تتصل. أشهد الله أني أبغض هؤلاء حتى يتوبوا، تابوا بيبقوا أحبابنا، بكرة نحبهم ونحترمهم. واصلوا في الباطل ده نبغضهم في الله سبحانه. سلفية السودان دي بالمناسبة، ودي من باب والله نحسب عاجل بشرى المؤمن بالنسبة لإخواننا الدعاة. سلفية السودان دي من أعظم الدعوات وضوحا في طرح التوحيد والسنة ومفاصلة الشرك والمشركين والمبتدعة والمبتدعين، والله الذي لا إله غيره. بالتحديد شفت السودان ده بيجيبوها كذي دراب تل، ما فيه مقدمات كثيرة. تقول لي خصوصا خاصة السودان، خاصة السودان الأمر في واضح، ده اللي بينصروا دين الله سبحانه وتعالى، دي المصالح والمفاسد يا أهل انتم بتراعوها، ده دين الله الذي تتقربون به. ياخذ الناس مرض، طيب مرض دي وجهال، عندي الكتب جبتها. اوعك تقول لي الفاظ كون كعبة، بجيب لك والله جبت كتب. زول قال الكلام ده توفي سنة 676 هجرية وجاب الكلام ده. هم بينبذوك لما انت تيجي ترد ولك الفاظ كون شينا والله ما سمح، وانتوا كلامكم كعب برضه، منهجكم شين. النصيحة يا أنصار السنة، نصيحة أقولها لكم، منهجكم شين بأمانة كده. نحن ألفاظنا شينة، استغفر الله استغفر الله. أنتم منهجكم شين، تقدروا تقولوا استغفر الله تتوبوا؟ والله بنجيب الهواري باصين لنا، أصبر لي جايون. والله الذي رفع السماء بهذا الرد بتوفيق الله لا بقوتنا ولا بحولنا، نجعل أرضهم قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، بفضل الله إن شاء الله وبتوفيقه، وهذا ظننا في الله سبحانه وتعالى. شوف إلا زول معاند بس مكابر، بالوثائق كلها مسجلة تلقاها في اليوتيوب. الزنادي قال لي العلماء دي شيل منهم الأحكام شرعية، لكن الجرح والتعديل ما تشيله خليه. طيب ما أشيل الجرح والتعديل من العلماء، أشيلهم منه الناس اللي بيفهموا كيف؟ أنا والله داير أعرف. قلت له يا شيخ كمال تتورع، بعض الناس قلت له يتورع في الجرح وما يتورع في التعديل، لك أنا ماذا أتكلم في الناس وفي نفس الوقت ما يتورع أنه يعدل أناسا من الساقطين والمنحرفين، لو تابوا بنقبلهم والله بيقبلهم قبلينا، أما إن أصروا فبيننا وبينهم ألسنة حداد وبغضاء، والبيموت فينا ما يجوا يدفنوا، ولا لو لقيتونا تتخطفنا الكلاب والأسود ما تقيفوا، أمشوا طوالي خلونا، ولا تجتمعوا معنا أبدا حتى تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى.